السلام عليكم. السؤال بيقول لدخول مجال بيم، هل يجب علي البدء كبيم مودلر؟ طيب، اللي انا فاهمه بيم مودلر مقصود بيها واحد مش مهندس، يعني في واحد مش مهندس بيبقى زي درافت مان بيساعد المهندس في ان هو ياخد الافكار بتاعته ويبدأ يعمل الموديل. يعني في بعض المكاتب بتقول لك المهندس هو اللي هيبني الموديل، في بعضهم بيقول لك لا، المهندس يفكر ويدي البيم مودلر يبدأ ان هو يعمل النمذجة ويطبق. يعني ممكن هو يرسمها على الورقة ويديها له وهو يعمل له الفكرة، او يشرح له هو عايز يعمل ايه والبيم مودلر هو يعملها. طبعا انت مهندس، فمفروض ان انت مش هتبقى بيم مودلر، هيبقى اسمك مهندس، مهندس بتشتغل بتقنية البيم بأي برنامج من برامج، فمبقاش اسمك مهندس بيم، يبقى اسمك مهندس. تمام، فانت هتبدأ تشتغل، بس بدل ما بتشتغل بالاوتوكاد بتشتغل بالبيم، وبتلاقي الموضوع اسهل. يعني بدل ما بتقعد ترسم خطوط، لا، انت بتقعد ترسم ابواب وشبابيك وحوايط، فالموضوع بيكون اسهل معاك في الشغل. فانت بتبدأ ايه؟ بتبدأ مهندس.